استخدم قانون التبديل في الجامع. قانون التبديل في الجامع. لكتابة العبارة 5 زائد 8 زائد 5 في صورة مختلفة. ثم أوجد الناتج. الآن قانون الجمع التبادلي يظهر أنه شيء وهمي، لكن ما يعنيه هو أنه إذا قمت بعملية جمع لمجموعة من الأعداد فلا يهم الترتيب الذي توضع عليه هذه الأعداد. يمكننا إذن أن نجمع 5 زائد 8 زائد 5، أو يمكن ترتيبها على النحو التالي 5 زائد 5 زائد 8، هكذا أيضا 8 زائد 5 زائد 5. هذه الصور جميعها ستعطينا نفس النتيجة، وهذا منطقي، فإذا كان لدي 5 من شيء ما ثم أضفت إليهم 8 ثم أضفت 5 أخرى فسأحصل على نفس ناتج إذا أخذت 5 من شيء ثم أضفت إليها 5 ثم 8، و دائما سنحصل على نفس النتيجة. المطلوب منا الآن هو إيجاد الناتج. أسهل صورة يمكن إيجاد الناتج فيها، يمكن أن نقوم بجميعهم، لكن أسهل واحدة هي 5 زائد 5 يساوي 10، لذلك سنبدأ بها. 5 زائد 5 10 زائد 8 يساوي 18. الآن دعونا نتحقق من الصورتين الأخريتين. 5 زائد 8 13، 13 زائد 5 يساوي 18، هذا ناتجها 18 أيضا. وإذا انتقلنا إلى هذه، 8 زائد 5 يساوي 13، و 13 زائد 5 يساوي 18 أيضا. إذا لا يهم كيف ترتب هذه الأعداد، وهذا هو قانون التبديل في الجمع، والذي يفيد بأن الترتيب غير مهم إذا كنت تقوم بعملية جمع لمجموعة من الأعداد.